دونك نتقدموا بالتعازي ديالنا يعني للأسرة الرياضية والأسرة الكروية يعني في المغرب في فقدان يعني أحد أعمدة الكرة الوطنية اللي هو السي عبد الخالق اللوزاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. On l'espère le fait d'atteindre une deuxième fois la demi-finale sur les deux dernières compétitions du CHAN. On espère la gagner, mais ça ne va pas être facile. Donc il faudrait refaire et reprendre les mêmes efforts qui ont été fait au cours des matchs précédents, surtout en demi-finale et en quart de finale. Et je crois que la victoire ne sera possible que si on entame ce match très concentré, très déterminé, et puis disputer et faire attention à tous les détails qui font que l'équipe ne doit pas encaisser de but, et puis qu'il puisse être efficace sur le plan offensif. بطبيعة الحال الأوبجيكتيف ديالنا هو لو سات نرفعو لو تروفي، فهو بالنسبة لنا واحد الأوبجيكتيف اللي خدامين عليه هادي عامين. فبالنسبة لتيتري لا إن شاء الله كان من نصيبنا وما غنزلوش يدينا عليه حتى نرجعو معنا المغرب إن شاء الله بإذن الله. فبطبيعة الحال غادي أول حاجة نفكرو فيها اللي هي سيدنا نصره الله، فرجعوا الكوب في يدينا ورجعوا الجماهير المغربية إن شاء الله. تنظن أنه الاختيار ديال هذا الفندق اللي هو رولاكس بالاس يعني كان بالنية ديال أنه الحفاظ على المجموعة وأننا نتحكموا في المجموعة ديالنا، على عكس يمكن الفندق اللي هو ديال لافليز اللي هو فندق كبير ومن مستوى عالي من المستوى ديال 5 نجوم، ولكن الكبر ديالو ما غاديش يخلينا اننا نكونوا حنا بوحديتنا في الفندق، على عكس يعني هذا الفندق حنا بوحديتنا وكنتحكموا في الامور اللي ممكن انها تخلق لنا يعني مشاكل. وحنايا تنظن انه المرحله اللي وصلنا لها حريصين بزاف، يعني الاخوه اللي موجودين معنا ولا حنايا حريصين بزاف على اننا ان شاء الله ننهيوا هاد المسابقه هذه على الاقل يعني باقل الاضرار. انتم تتعرفوا على ان كان عندنا جوج الحالات يعني في السابق ديال بعدي وديال عبد الله بن الحبيب، الحمد لله انهم تعافوا والكل، وكنتمنوا اننا يعني نغادروا ونرجعوا يعني للعائلات ديالنا وحنا الحمد لله يعني كل شيء متعافي. يعني الكل يعني متفق على انه يمكن من القوه ديال المنتخب ديالنا هو يعني العدد ديال الاهداف اللي سجلناه لحد الساعه وحتى العدد ديال الفرص اللي خلقنا. هذا كيدل على يعني التوجه يعني الهجومي اللي عندنا ويعني والمجهودات اللي كتبذل من خلال يعني بناء الهجمات وخلق يعني مجموعه من الفرص. من الجانب المالي الكل يعني يتفق على انه بما انه المنتخب ما تسجلت عليه الا هدف الا انه عنده واحد التنظيم دفاعي جماعي جيد. مقابله نهائيه احنا خصنا نكونوا اكثر تركيز يعني اكثر فعاليه، وتنتمنى اننا نوصلوا يعني بسرعه للمرمى ديالهم باش يعني على الاقل نحلوا هذاك التنظيم الدفاعي وان نجبروهم على انهم يخرجوا من المناطق المتاخره. ولكن في نفس الوقت تيخصنا يعني ما نساوش هذيك المرتدات، وبالتالي خصنا نلعبوا على ذاك التوازن ما بين الدفاع وما بين الهجوم. اظن انه يمكن الكل يمكن تيشرح المنتخب المغربي نظرا للاحصائيات، الاحصائيات اللي من ناحيه ديال الاستحواذ على الكره او لا يعني التمريرات اللي كانت ناجحه ولا يعني الاهداف اللي سجلنا يعني الضربات الركنيه يعني التسديدات اللي كانت العدد يعني كلها يعني دي مؤشرات النجاح ديال الفريق كلها ايجابيه بالنسبه لنا وبالتالي ترشح الفريق. ولكن انا دائما تنقول انه نتيجه المقابله متعلقه بالظروف يعني وبالاجتهاد ديال الفريق. اذا بغينا نفوزوا بالمقابله خصنا نخلقوا لنفسنا جميع نفس الظروف، لا من الناحيه البدنيه ولا من الناحيه التقنيه والتكتيكيه ولا حتى من الناحيه الذهنيه، خصنا نخلقوا نفس الظروف ونفس الاجتهادات باش نوصلوا لنفس النتائج. انا شخصيا يعني من الناس الذي يحبون يعني التنقل في افريقيا ويعني اكتشاف يعني الحياه الافريقيه والثقافه الافريقيه. يعني فوق يعني كل ما تحت الفرصه تنحاول نمشي نشوف يعني الاحياء الشعبيه ولا الاحياء اللي شي شويه يعني راقيه شي شويه، لانه فيها واحد الثقافه وفيها يعني الثقافه ديالنا حنا ديال افريقيا.
انا تنظن انه باستثناء بعض الجزئيات الصغيره تنظن انه وما يهم يعني اللاعبين والمدربين هو الملاعب، الارضيه ديال الملاعب صراحه اللي لعبنا فيها سواء يعني في دوالا في لاريونيفيكاسيون او لو في الملعب هذا اللي شفته قبل قليل، الارضيه يعني جيده، وبالتالي تنظن انه ما يمكننا الا نشكروا يعني اللجنه التنظيميه ديال الكاميرون، وتنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يعني في الكان ان شاء الله ستنظم بعد سنه ان شاء الله. يعني ما تنظنش، لا اظن انهم يعني تعرفوا على الملعب ولعبوا فيه يعني قبل منا، غادي يعطيهم واحد يعني واحد القيمه اضافيه. الملعب انا شفته قبل قليل، الارضيه يعني جيده، تنظن انه الرغبه اللي موجوده على المجموعه ديالنا والاصرار ان شاء الله اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله غدا غيكونوا ان شاء الله كافيين باش نحققوا يعني النتيجه. انا تنظن انه التركيز على الامور اللي هي فنيه هي اللي غتعطينا الفرق، هي اللي تعطينا الفرق. ارضيه الملعب الحمد لله انه يعني تشابه بعض الارضيه اللي موجوده عندنا في المغرب، واللي كنتمنى هو ان نكونوا حاضرين. الحمد لله الان يعني الجو اللي الذي يسود يعني داخل المجموعه ديالنا هو الجو ديال الثقه، باعتبار انه الحمد لله يعني المباريات كلها كانت يعني جيده، وبالتالي يمكن العمل ديالي الان غادي يبدا هو في تحضير اللاعبين يعني من هذيك الثقه اللي هي زائده اللي ممكن تخلق لنا مشاكل. ولكن انا تنظن انه حنا عندنا الامكانيات كيفاش غادي نحضروا اللاعبين، وعندنا يعني التقنيات اللي نخليو اللاعبين انهم يكونوا حاضرين ويلعبوا مقابله كانهم تلعبوا اول مقابله. طبعا هذيك المكتسبات اللي استفدنا منها يمكن تتزكي القوه ديالنا، ولكن تيخصنا كما قلت قبل قليل اننا يعني نعيد جميع هذوك المجهودات اللي تخلينا ان شاء الله اننا نفوزوا.